الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له الملائكة تسجد، أبواب كل مملك قد أوصدت، وبابك واسع لن يوصد. المذنبون بنور وجهك آمنوا، عافوا بوجهك يوما فتهجدوا، قالوا الهوى والحب هل تعلو له، أم أنت في ضرب الهوى متجلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى، فحبيب قلبي في الحياة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. نتشرف اليوم بكم بمسجد الهدي النبوي، بمسجد الهدي المحمدي بمدينة البساتين بمحافظة القاهرة، بأول لقاء بالأسبوع الثقافي تحت رعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفقه الله إلى كل خير. وعنوان موضوع اليوم: اغتنام مواسم الخيرات والطاعات. ويشرفنا بالحضور كل من معالي الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. ونسعد أيضاً بفضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. واستمعنا منذ قليل إلى فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني. وأولاً مع فضيلة العالم الجليل الذي شرفنا الليلة مع هذا الحضور الضخم الكبير، فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل. هيا بنا بأسماعنا وقلوبنا مع أستاذنا الدكتور الكريم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. الشكر لمعالي وزير الأوقاف على هذه الندوات واللقاءات في المساجد أسابيع الثقافية الطيبة، وكيل الوزارة والوكيل وإدارة البساتين وعلماء البساتين بارك الله فيهم، ورواد المسجد المباركين. ندعو الله تعالى أن نكون جميعا ممن يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا يدل على أننا بخير إن شاء الله، طالما اجتمعنا في بيت من بيت الله تعالى تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتعلونا السكينة إن شاء الله. لا شك أن المولى سبحانه وتعالى يترأف بعباده ويجعل من المناسبات ومن آيات النهار وآيات الليل أيضا فرص علينا أن نغتنمه. لو كنا قد سعدنا في أيام رجب وهو شهر أشهر الحرم
التي عظمها الله تعالى وحرم فيها القتال. العرب في الجاهلية عرفوا أن هذه الأشهر لها عظمة عند الله، مما بقي من الحنيفية السمحة من يد سيدنا إبراهيم كانوا يعظمون شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحج وشهر المحرم، غير أنهم كانوا يعني إذا أرادوا أن يقاتلوا قبيلة أخرى كانوا يؤجلون الشهر اعتقادا أن هذا يكفي، يعني رغم أنهم مشركون ولكن بقي عندهم من دين الحنيفية السمحة تعظيم هذا الشهر. ولذلك لما يعني جاء القرآن جاءت الرسالة الخاتمة يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. ويقول تعالى: إنما النسيء زيادته في الكفر، إنما النسيء أي التأجيل، تأجيل الشهر، يعتقدون أنهم يعني يؤجلون والعبرة يعني أربعة أشهر وخلاص. لا، شهر رجب معظم ينبغي أن نعظم ما عظمه الله. المسلمون في الأشهر الحرم تجد القتال يعني بين الدول وفي داخل الدول، وكأنهم يعني لا يقرؤون القرآن ولا يسمعون القرآن، وتوجد عندهم الإذاعات والندوات واللقاءات وكأن هذا ليس تشريعا. فإذا يعني فرصة، أنا كفرد الله تعالى يعني يدعونا في يوم الجمعة باب واسع للطاعة، باب يعني من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم ناقة، ما أسرع يعني المسجد أروح الساعة 10-11 المسجد، من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة في الثواب يعني، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. صور أحيانا نجد يعني جالنا سؤال في بريد الإسلام يقول لك: والله أنا يعني شايف الناس بتقعد جنب قدام المسجد بيبيعهم ويشتروا والمحلات فاتحة، وساعة ما الإمام ينزل مع المنبر الواحد ياخد السجادة بتاعته ويروح يصلي. سبحان الله، يعني فاتهم يعني هذا الخير كله، يعني فاتهم الخير إن هم يمسك القرآن، يمسك الأوراد بتاعته، يستغفر، يقرأ قرآن، أي حاجة، وبعد ذلك يتوجه إلى بيت الله. ده يوم عيد يعني فيه ساعة إجابة، يعني يوم الجمعة يعني فيه خلق أبينا آدم عليه السلام، وبعدين فيه أدخل الجنة، وفيه يعني أخرج منه، وفيه تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة أيضا لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه. سبحان الله، يعني إذا في يوم الجمعة ده يا جماعة يعني ينبغي أن نحرص على أن نستغل هذا اليوم، ربما أتقرب إلى الله يعني بأي عمل في هذا اليوم، صلة رحم، يعني قضاء مصلحة اليتيم ولا الأرملة ولا الضعيف وهكذا، ربما يكون يعني ما نستقلش بعمل الخير أبدا أيا كان عمل الخير. يبقى المسلم لا يستقل بأي عمل، ربما هذا العمل هو فيه يعني إيه رضا الله سبحانه وتعالى، يرضى الله عني ويرفعني درجات. احنا شوفنا اهو يعني واحدة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا رقت الفطرة بقى ربنا هداها، وسقت كلبة كلب فحنت نزلت البئر وملت خفها وسقت الكلب فخلاص يعني أحيت روح، فغفر الله له. ولا تحقرن أبدا شيئا من المعاصي أيضا، وربما غضب الله تعالى فيه واحد كده ينظر إلي باشمئزاز ولا نظرة كبرياء ولا مثلا والعياذ بالله، فهذا يدل على يعني ازاي يعني ربنا خلقنا كلنا زي بعض كده، فيش واحد فينا يعني اعلى من الثاني ولا او كلنا زي بعض، نصلي في المسجد جنب بعض، محدش عارف مين يعني راجل صحيح متعلم شيخ، انما جنبي يعني عامل يكون هو قرأ الفتح احسن مني، فيها الخشوع وتمعن في الكلام في القرآن، وركع كده وفيه عنده كده يعني افعال مقتدي بسيدنا الرسول صح، ومركز في الصلاة وطرد الشيطان وعنده قوة كده في دفع الشيء، محدش عارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، محدش عارف القبول من الله سبحانه وتعالى. أنا سرحان والشيطان، ما احنا الشيطان بقى والعياذ بالله يعني أخذ العهد على نفسه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
اللي داخل المسجد بعد ما طالما ان هو مش قادر يمنعنا عن المسجد على الاقل معايا في المسجد عشان يقلل ايه الثواب بتاعه. ثم لياتي انهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكر. وهو استثنى بعض الايات الا عبادك منهم المخلصين. يبقى المخلصين دول معناها ان هو قوي يعني بيؤدي التكاليف بقوه، يبقى هو فرصه يوم الجمعه ده هو ان احنا. وسبحان الله يعني ما يدل على ان الاسلام دين عمل ودين حضاره ورقي. يعني خلاص فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يعني هذا يدل على ايه؟ على ان يوم الجمعه يعني فرصه انك تصلي وتاخد الذكر بقى والدعاء وبركه يوم الجمعه. وبعدين يا سيدي افتح المتجر بتاعك، روح الغيط، شوف زرعك، شوف المصلحه اللي انت عايز تقضيها، وبرضو ايه مستمر في ذكر الله. لان اغلب العلماء يقولون ان الساعه ده هي التي بين المغرب والعصر والمغرب، اغلب العلماء المفسرين يعني. فهذه يعني فرصه ربنا جعل لنا فرصه يوم ساعتين الضحى بس، ساعتين يعني واحد كده بعد الشمس بثلث ساعه يعني يحافظ على ركعتين او اربع ركعات. يعني الانسان كل سلامه من الناس صدقه، يعني كل واحد فينا في الاصابع العقد ده هي 360 يفصل في الجسم 360. المفروض كل واحد يتصدق كل يوم يصبح الصبح. طب هنتصدق نعمل ايه؟ ما معيش فلوس اعمل ايه؟ يعني لو انت صليت ركعتين سنه الضحى خلاص، وبعدين اصبحت يعني منزله كبيره يعني صلاه الاوابين. يعني احنا ما تربط الشمس كده بعد الساعه 10 كده ولا حاجه، والواحد فتره كبيره بقى بين الصبح وبين الظهر، ربنا يجعل لنا صلاه دهيا. واحنا بقى ما تشغلناش الدنيا، لا ده احنا واحنا في المعمعه كده نفتكر نتوضى ونصلي ركعتين، لان نستمد القوه من الله. واحنا كل حاجه بنبتدئ كل عمل اللي يبدا فيه ببسم الله هو ابطر او اقطع لا بركه فيه. انا ببتدي العمل ليس بقوتي ولا بجاهي ولا بذكائي. ما احنا شفنا قارون عليه اللعنه، قارون عليه اللعنه استخلص يعني كنوز الكنوز، يعني في علم صحيح ولكنه لم يسند هذا الى الله، انما اوتيته على علم عندي، على علم عندي فقسفنا به وبداره الارض. يعني وبعدين طبعا هذا يدل على ان مصر بلد خير، بلد الخير ايضا، لانه يعني القران اخبر ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه والقوة، لا تنوء يصعب عليها ان هي تشتال المفاتيح دي. طب بالله عليك لما يكون 10 رجاله ولا حاجه هنقول اقل عدد يعني عصبه، وبعدين هيشتروا المفاتيح دول ويصعب عليهم. يبقى المخازن قد ايه بقى؟ قد مركز ده ولا ايه؟ والخيرات دي قد ايه؟ هذا يدل على ان يعني كان فيه علم واستخلصوا فعلا الكنوز من الارض وموجوده، انما لم يسند هذا الامر الى الله. فكلنا غلابه، كل واحد فينا غلبان بنستمد. انا طالع في البيت صحتي سليمه مش عارف هرجع سليم ولا، الله اعلم. فبستعين بالله وبشوف الدعاء اللي هو يعني ورد عن سيدنا الرسول، اخذ البيت وابتدي حياتي. فهذا يدل على انا متصل بالله سبحانه وتعالى. يعني لا مانع صليت العشاء خلاص، وصليت مثلا ركعتين سنه العشاء، وصليت ركعه او ثلاث ركعات يعني وتر، وبعدين مثلا بالليل طويل الليل الساعه 2 او ثلث الليل الاخير فرصه، فرصه كده راح يتوضا ويصلي ركعتين او راح اقل حاجه ركعتين بس، يبقى يعد من ايه؟ ممن قام الليل ومن اسحار وهم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ايه؟ ما يهجعون ومن اسحار وهم ايه؟ القران ده بيخاطب ده لمصلحتي. ساعه ما هم بالليل كده واطرد الشيطان وحاجات زي كده، وبعدين ادخل في ركعتين مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يقدرني كمان على يعني ركعتين، ربنا يقدرنا على ربع قران ولا على بعض الصور، نعمة كبيرة. يبقى هذا يدل على ان ده يا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لأن مش عايز يعني في العبادة أبقى ضعيف أبقى قوي. أنا بسعى في الأرض بكدح في الأرض، لأن ده التعمير، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأنا رايح شغل بنشاط لأن ده عبادة، أكتسب من هذا المال وأنفق من هذا المال على نفسي وعلى زوجتي وعلى أولادي، والرزق الحلال. فرصة إن أنا أصوم الأيام البيض، فرصة إن أنا أصوم الاثنين والخميس، فرصة هذه الأيام يعني أيام طاعة
سيدنا الرسول يعني ما روي في شهر يصوم فيه أكثر من شهر شعبان. فلما سئل عن ذلك قال هذا شهر يغفر الناس عنه أو فيه يعني بين رجب وشهر رمضان. رجب خلاص الناس عارفة رجب والإسراء والمعراج وشهر من أشهر الحرم، وبعدين إيه العزيمة تضعف شوية في الإيه. فسيدنا الرسول أخبر أن هذا الشهر شهر عظيم لترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. سيدنا الرسول وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم ونستعد لدخول شهر الفريضة. يبقى أنا كم يوم اللي هم هصومهم في شعبان بيعطيني قوة أيضا إيه، لأن الشيطان بيتغلب على الشيطان. وطبعا الصيام ده معناها إيه؟ معناها إن هو ترك الطعام، ما ترك الشراب، ترك الشهوة. وبعدين بقى مش كفاية كده، لا ده هو كمان لجب لسان، يبقى ما فيش بغيبة، فيش نميمة، خلاص لا يتكلم إلا بخير. وبعدين طبعا القلب سليم بقى، ما فيش حقد، ما فيش يعني حسد، ما فيش يعني كراهية، ما فيش عقب. ممكن يكون واحد عادي كده انما بعيد عنك يزدر الناس ويحتقر الناس، وايه يعني فلان ده معرفش بعيد عنك. ما هو الشيطان له يعني مداخل، له مداخل مع كل واحد فيه. يعني شوف انظر ابونا ادم عليه السلام ظل يوسوس له، يوسوس وهو الانسان الاول، الفطره السليمه 100%. ظل هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى. سبحان الله سيدنا آدم رغم كده. وبعدين وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. سبحان الله شوف الحيل. وبعدين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معنى ذلك أن فعلا الشيطان لن يتركني، ويعني وبالتالي المولى سبحانه وتعالى أعطى لنا السلاح، السلاح القوي. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. إيه؟ فاستعذ بالله. يبقى حينما تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى هو يندحر وينخسر. تقول أعوذ بالله يعني أستأجره بالله، أعتصم بالله، ألوذ بحمى الله، خلاص مالوش سلطان عليك أبدا. استحالة حينما تكون صادقا مع نفسك وتطرده بهذا الطرد هو نفسه، إن كيد الشيطان كان ضعيف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فزجتني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن المولى سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الطاعات الكثيرة حتى تقوى قلوبنا وتقوى إرادتنا وعزيمتنا على أن نباشر مهام الحياة، وهي كثير عند أولاد، عند زوجة، عند عمل، عند مشاكل، يعني عندي يعني واجبات اجتماعية، الجار وحق الجار، حق اليتيم، حق المسكين، حق الأرامل. أين أنا من هذه الحقوق؟ يعني استحالة كنا عايش لوحدي كده. فحينما يعني هذه الطاعات المفتوحة ربنا، أن ليس المراد الزكاة فقط، بالعكس ده مطلوب جدا، حاجات قد يكون فرض عين علي. أنا عارف إن في فقير هنا ويعني حاجته صعبة جدا، عارف إن في يتيم هنا وعايز رعاية، واحد أرملة ولها ظروف، يبقى أنا أتعاون مع أهل الشارع أو الحي نحن نرعى هؤلاء وهكذا. فهذا يدل على أن مواسم الطاعات كثيرة، مواسم الطاعات كثيرة، يعني علينا أن نأخذها. ربنا سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام أيام الله لا تنسى. يعني بنو إسرائيل شوفوا عملوا إيه مع سيدنا موسى. القرآن قص علينا قصص كثير للعظة والعبرة والتذكر. يعني هؤلاء الذين يعني نجاهم الله تعالى من فرعون وبطشه وعنته وسخره، ويعني استحيا نساءهم، ويعني تم التسخير والاستعباد. وبعدين طبعا شافوا الآية الكريمة، شافوا الآية سيدنا موسى بعصا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق جبل مية على اليمين وجبل مية على الشمال وبينهما طريق يبس. سبحان الله رأوا هذه الآية. سبحان الله نعم رأوا هذه الآية. وبعدين اتركوا البحر رهوا، وبعد شوية بعد ما رأوا هذه الآية، يعني عشان تعرف أن ربنا قص علينا أحوال اليهود الأمة المحمدية، لأن لهم معهم مواقف كثيرة
يعني انظر كيف أتعب الرسل، فيعني حذاري طبعهم سيئة. بعد ذلك رأوا جماعة يعكفون على أصنام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، لم تكفيهم هذه الآية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعدين بقى شوف العنت والمشقة، وبعدين المولى سبحانه وتعالى يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلم. وإذ نتقنا، ربنا سبحانه وتعالى خلع الجبل كده اهو، وبعدين بقى يكاد ان هو يعني يقع عليهم، يسقط على رؤوسهم، وظنوا انه واقع به. والجبل طبعا الارتفاع اللي نشوفه في الجبل ده الربع، ثلاث ارباع الجبل في القاع. اشوف الجبل بقى بيطلع فوق. ايات كثيره في القران الكريم بتدل على عظمه الله سبحانه وتعالى، وعلى قدره الله سبحانه وتعالى، وعلى لطف الله تعالى بنا. وحتى ناخذ من الامم السماويه السابقه العبره والعظه، وحتى ننعم ونسعد باننا من امه خاتم النبيين والمرسلين، وان جعلنا الله تعالى من الامه الوسط التي يسر الله تعالى التشريع. التشريع كل يسر، كل يسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعلينا ان نسعد بايام شعبان ان شاء الله وايام رمضان، نجتهد في اداء هذه الفريضه، وان نبعد انفسنا يعني عن نوازغ الشيطان. ولن يرفع العمل الا بالاخلاص، والا كنت صادقا مع نفسي، انا بصلي الصلوات الخمس في الجامع، انما قاطع للرحم. اختي ما شفتهاش من كام سنه، عمتي مخاصمها عشان ما اعرفش ايه، وبعدين ما اعرفش ده ما اعرفش ايه. طب ازاي بقى؟ ده كبيره من الكبائر. ليه ثلاث سنين؟ يعني واحد جاي يقول لي انا ثلاث سنين ما قاطع اخواتي، والاكثر. هذا يدل على ماذا؟ على ان الشيطان يريد ان يحبط عملي وثواب عملي. انا صحيح وصوم الايام البيض، صوم الاثنين والخميس، انما عاق لوالدي، عاق بعيد عنه، ومقصر في حق والدتي، ومقصر يؤذي الجار، مرتكب لكبائر ذنوب. فهذا يدل على ان الاسلام كل متكامل، ولن يكون القلب سليما الا اذا كان الانسان تقيا نقيا، يرحم الضعفاء، ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله في نفسه، ويتبع ما في القرآن الكريم وما في السنة الشريفة، وينتهي عما نهى الله تعالى عنه. أسأل الله تعالى أن تكون جميعا من عباده الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، وأن تكون مصر سلما سلاما، أمنا أمانا، وأن يوفق الله تعالى قادتنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. استمتعنا واستمعنا إلى معالي الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ودلنا في كلمته على وجوب المسارعة واغتنام مواسم الخيرات بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهي التي ترفع العباد والبلاد، وتنجي البلاد من خطر المهالك، وبالطاعات يدوم أمن البلاد وسلامتها. وتلا علينا مما قال: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبعد هذه الكلمة المباركة نستمتع ونستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، مع فضيلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي باسمه يُفتح كل باب ويُستفتح كل كتاب. ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاب. سبحانه سبحانه لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم بصوت يسمع، سمع الله صوته من فوق سبع سماوات. ومن لم يتكلم ولم تتحرك شفتاه، علم الله ما يدور بقلبه وبعقله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ونصلي ونسلم على خير من عرف الله، وخير من عبد الله، وخير من دعا إلى الله على بصيرة ورشاد وهدى ونور، سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فمن فضل الله عز وجل على أمة سيدنا محمد، وهي أمة بفضل الله مجبورة الخاطر، جبر الله خاطرها بأن جعل نبيها محمد بن عبد الله، وجعل فيها ليلة القدر، وجعل فيها يوم عرفة، وجعل فيها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وجعل فيها ما لا يعد ولا يحصى من خير وبركة. فهي أمة بإذن الله مجبورة عند الله. من واسع رحمة الله ومن مظاهر رحمة الله بهذه الأمة على وجه الخصوص أنه اختار لها مواسم محدودة وأياما معدودة لتكون مواسم للطاعة وللخير وللبركة والرحمة والمغفرة. هذا من مظاهر رحمة الله، لم يتركها هملاً، وإنما من جمال وكمال وعظمة لطفه بهذه الأمة أن حدد لها مواقيت ومواعيد وأيام وليالي لكي تكون مهبط الرحمات. ووقت الله عز وجل هذه الأوقات لكي يستفيق الغافل. والله عز وجل لا يريد من عبده أن يغفل عنه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فرب العزة يريد للغافل أن يستفيق وأن يستيقظ، فحدد واختار له مواسم معينة. من ضمن هذه المواسم شهر شعبان. شهر شعبان أول خصيصة فيه إن سيدنا النبي بيحب هذا الشهر، ويصوم معظم هذا الشهر صلى الله عليه وسلم، وترفع الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الشهر، إلى غير ذلك من الخصائص التي اختص الله بها هذا الشهر الكريم. فالعاقل من يغتنم مواسم الطاعات والخيرات في ذكر الله وفي طاعة الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ربنا بيعمل لك عرض كده كل فترة، ربنا بيعمل إيه؟ عرض، زي أصحاب المحلات وأصحاب الشركات بيعملوا عروض من باب ترويج السلع اللي عندهم. ورب العزة بيعمل لك عرض أهو: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ربنا بيعرض عليك عرض، في اللي بيقبل العرض وفي اللي بيعرض عن العرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في لحظات كده تجد الإنسان عنده وحشة في قلبه، زعلان ومخنوق ومتضايق. ليه؟ لأنه معرض عن إيه؟ عن ذكر الله. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. يعني نفحات؟
يعني قد يرزقك الله عز وجل وأنت مقبل على الطاعة في هذه المواسم، مواسم الخير والطاعة، إن ربنا يشرح صدرك، إن ربنا يلين قلبك، إن ربنا يهذب طبعك، إن ربنا يرفع قدرك، إن ربنا يكرمك أن تساعد فقير أو يتيم فيدعو لك دعوة تغير لك مسار الحياة. هي دي النفحات، فتصيبك نفحة من نفحات الله لا تشقى بعدها أبدا. ربنا كده ظلمك، أنت اللي بتظلم نفسك، تعرض عن عطية الله، تدبر ولا تقبل على فضل الله عز وجل. ولذلك إن أردت أن تغتنم مثل هذه المواسم فلا بد أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء. من يريد أن يغتنم مواسم الطاعات ومواسم الخيرات والبركات والعطاءات الإلهية، أول شيء لا بد أن تستشعر أن العمر قصير. اللي عنده أمل ومطول أمله في الدنيا هيغفل عن مواسم الطاعات. ولذلك أحد العقلاء يقول: من طال أمله خاب عمله. عمل الآخرة مش عمل الدنيا. من طال أمله بيأمل أكثر من اللازم في الدنيا، من طال أمله خاب عمله، العمل اللي هو لما بعد الموت. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك في آخر سورة الفجر رب العزة يقول: على لسان العبد اللي أعرض عن ذكر الله وغفل عن طاعة الله يا ليتني قدمت. ده اللي هو كان معرض هنا في الدنيا، اللي كان بيأتيه العرض من ربنا في رمضان وشعبان ويوم عرفة وغيره الكثير فيعرض عن ذلك. يقول ساعتها لحظة خروج الروح: يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك فيه جزء من عذاب أهل النار عبارة عن ندم وحسرة. أهل النار والعياذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي السامعين وأن ينجينا من النار ومن أهوال النار. بعض أو جزء من عذابهم حسرة وعتاب وندم، فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، ده احنا لو كنا شغلنا مخنا في الدنيا ما كنا في أصحابي، ما كناش وصلنا لهنا. فأنت لسه هنا، أنت الآن ما زالت الفرصة قائمة، وما زال العرض مستمر، وما زال باب الله مفتوح، وما زالت رحمة الله قريب من المحسنين. أنت احسن إلى نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ورحمة ربنا قريبة من مين؟ من المحسنين. فأنت الآن عندك عرض أهو، أول يوم النهاردة، ومن حسن الطالع أن النهاردة واحد إيه؟ واحد شعبان. استحضر واستشعر أن العمر قصير، وأن الأجل ليس له وقت محدد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يذكر أصحابه بهذا الأمر. طيب، الأمر الثاني من الوسائل التي تعينك على اغتنام مواسم الطاعات والخيرات أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله. واحد هو احنا عصاه ولا مشركين ولا مذنبين؟ ده رب العزة يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها أيها إيه؟ المؤمنون. طب المؤمن يحتاج إلى توبة؟ نعم يحتاج إلى توبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فلا بد أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تقلع عن الذنوب والمعاصي والشهوات التي تدمنها طوال العام، حتى تقبل على مواسم الطاعات وأنت بصدر سليم من الذنوب، بصدر منشرح يتأثر بالقرآن، يتأثر بذكر الله عز وجل. أضف إلى ذلك، لو أنت استحضرت النية أن تجتهد في مواسم الطاعات بس حصل لك عذر، يعني مرضت مرض منعك عن بعض العبادات اللي كنت بتعملها، انظر إلى عطاء الله وإلى كرم الله وإلى فضل الله وإلى جود الله. سيدنا رسول الله يقول: إذا مرض العبد أو سافر، يعني كان على سفر، السفر ده خد 3-4 أيام، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، ده لو كان هو متعود على طاعات معينة وعبادات معينة وذكر معين وورد معين
وبر معين، من إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم. شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو أنت بتصوم اثنين وخميس وناوي شعبان تاخده كله اثنين وخميس، حصل لك دور مرض، ربنا يعافينا ويعافيكم ويتم علينا وعليكم العافية ويسبغ علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وافر الصحة والعافية، أنت في النية هتصوم اثنين وخميس، جاءك دور مرض، رب العزة يكتب لك أجر الصيام اثنين وخميس. كنت بتقرأ كل يوم خمس أجزاء قرآن، ولكن طرأ لك أمر معين، سافرت، كلفت بأمر معين، أصابك نوع من المرض، رب العزة يكتب لك مثل ما كنت تعمل وأنت صحيح مقيم. سبحان الله عز وجل، هذه رحمة وهذا فضل. فالعاقل العاقل من يغتنم مواسم الطاعات. أكبر خسارة يخسرها الإنسان ألا يستفيد من عمره. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وهو على فراش الموت وهو في النزع الأخير يقول: والله ما ندمت على شيء، يعني عمر ما ندمت على شيء في حياتي، والله ما ندمت على شيء كندمي. شوف الحسرة اللي بيتحسرها والندم اللي ندمان عليه. ما ندمت على شيء كندمي على يوم مر علي من عمري نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. كم سنة عدت علينا وإحنا ما بنحاسبش أنفسنا؟ كم موسم من مواسم رمضان عد علينا؟ الناس اللي مستنية تتوب في رمضان، الناس اللي مستنية تصل الأرحام في رمضان، الناس اللي مستنية تطلع الصدقات والزكوات في رمضان. كم من أناس ماتوا في شعبان وفي أواخر شعبان ولم يدركوا رمضان. الذين يؤجلون الطاعة لرمضان، الذين يؤجلون أفعال البر والخير لرمضان، أفيقوا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله، عودوا إلى رشدكم يرحمنا ويرحمكم الله. ها أنتم تدعون إلى مواسم الطاعات ومواسم الرحمات ومواسم المغفرة، فلا تجعلوها تمر عليكم عبثا. رأس مال الإنسان عمره، رأس مال الإنسان إيه؟ عمره. فلا تسوف التوبة. فأنت داخل على رمضان، ما هي إلا أيام معدودة وليالي معدودة، اغتنم شعبان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، فأنت كن يقظ. هو ربنا يحب العبادة في الأوقات اللي الناس غفلانة فيها. ليه صلاة الليل أجرها مضاعف وثوابها لا يعلم إلا الله؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. الآية دي والعطاء ده ورد في سورة الذاريات بعد ذكر الأوقات السحر والاستغفار في السحر، وكانوا قليلا من الليل. ربنا ذكر الثواب العظيم والأجر الجزيل بعد قيام الليل، لأنها عبادة في وقت الناس إيه؟ في غفلة، كله نايم. كذلك شعبان كله الآن مستعد لمين؟ وكان مشغول بإيه؟ بشهر رجب، وشعبان بيضيع في النص. العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله، ساعة انشغال الناس عن العبادة الله يزكي ويضاعف وينمي هذه العبادة. فلا تحرموا أنفسكم من اغتنام مواسم الخيرات. والعاقل اللبيب من يسارع في الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم لطفا بأشقائنا في فلسطين، اللهم عجل بفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم اغفر وارحم،
وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، لقد وجلت القلوب واشتاقت القلوب إلى مثل هذه الكلمات، فعطرت الأسماع فاستمتعنا واستمعنا إلى معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل، وقد هيأ النفس وكأنها تلتقي بالله سبحانه وتعالى، وأخبرنا بوضوح على مسامعنا أن لقاء الله قادم، وأنها أيام، والوصول بين يديه والمثول بين يديه والوقوف بين يديه حتما ولا بد. ويقول لنا ربنا حينها: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ نشكر رواد مسجد الهدي المحمدي بالبساتين، ونشكر هذا الحشد الكريم، ونشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أن هيأ لنا هذه الأسابيع الثقافية الكريمة، ونشكر ممن حضر معنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، ونشكر فضيلة الشيخ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ونشكر فضيلة الشيخ إبراهيم راشد الفشني الذي أمتعنا وأسمعنا في بداية اللقاء كلام الله سبحانه وتعالى. ونلتقي بكم غدا في اليوم الثاني من أيام الأسبوع الثقافي بمحافظة القاهرة بإذن الله تبارك وتعالى على خير في مواسم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.